السلام عليكم ولادي تلاميذ السنه الاولى متوسط اليوم ان شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه غادي ندير لكم الاختبار الاخير. بسم الله على بركه الله نبدا. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بون ولادي قروا معايا. هلو اي ام سام. مرحبا انا اسمي سام. ام فروم انجلند. انا من انجلترا. ماي كونتري از سيتويتد ان نورث ويست يوروب. قال لك انا يا بلدي situated ولا located يقع في نورث يعني شمال ويست الغرب شمال الغربي من اوروبا. its capital city is London. العاصمة تاعها هي لندن. its language is English. اللغة تاعها هي انجلترا English. اللغة الإنجليزية. My country is not large but it is a wonderful country. بلدي مش كبير بصح هو شباب. We have a great monuments. عدنا معالم عظيمة. The Tower Bridge and Big Ben in London. My national currency is the pound. العملة تاعنا هي الباوند. The Independence Day is on 23rd of July. اليوم الاحتفال تاعنا الوطني هو 23 جويلي. My favorite national dish is roast chicken. كيسموه الناشونال ديش تاعهم الطبق المعروف تاعهم هو roast chicken. Okay. أنا reading comprehension. أي أنفعل. ركزي معي يا بنتي. Read the letter and complete the table below. Country. ده قال لك قري لا لتر هذه رسالة. وانت يا عمري لي هذا. England. Country. شو على يا England. England. Capital city. يعني العاصمة. London. لندن كما احنا العاصمة تاعنا ألجيز ألجي لندن. كورنسي العملة باوند. قارعي نكتب لهم هكا خير. العملة العاصمة البلد مونيمنت المعالم ناشونال ديش الطبق الوطني ناشونال داي يوم الاحتفال اليوم الاحتفال الوطني. اوكي هيا روحي انفعل. كورنسي شو ولا عندهم كورنسي كورنسي ذا باوند وراهي ذا باوند ذا باوند. مونيمنت معالم مونيمنت ذا مونيمنت از ذا تاور بريدج اند ذا بيج بريدج اند بيج بن ان لندن. تاور بريدج Big Ben. Big Ben. National dish. National dish is the roast of chicken. Roast chicken. Chicken. National day. National the, day. The national dish. 23rd. The Independence Day. Twenty-third of July. زيدو نكتبو the Independence Day يعني شو لا the Independence Day يوم الاستقلال the Independence Day. Independence Day يعني يوم الاستقلال في 23 جويلي. أوكي كيما إحنا عندنا 5 جويلي هم عندنا 23 جويلي. أيه. Answer the following question according to the text. Where is غادي تجاوبيني على الأسئلة. Where is England located? Located يعني situated. أين تقع England? In the north west Europe. شنقولوا؟ The north. لا أعطيني إجابة كاملة. England located. England located in the north west Europe. نديرو هكا England. Located in North
west Europe. روحي هنا قالك is England. شوفي باش يبدا is مادام يبدا ب is England a big country يعني yes or no question. تقولي لي yes or no. شنو نقولوا no it's not. كيف عرفتي؟ خاطر قالوا لك هنايا my country is not large. صافي ماشي كبيره. صافي شنو نديروا؟ نديروا no ماشي كبيره. نديروا is English a big country. No it is not. It يعني it على England. It is not. وديري نقطة ما تنسيش now فاصلة. It is not. ولا yes قولي yes it is. Okay match the words with their synonyms. غادي تربطي لي هنايا الكلمة مع مرادف تاعها. Beautiful nice big large يعني كبيرة beautiful جميلة situated located وهذه located يعني موقع و city town بون هيا دروك انا قالك ماتش each country with its nationality. دروك كل بلد والجنسيه تاعها. الجيريا مع من نديروها؟ الجيريان. انجلند انجلش. انجلش ولا بريتش؟ ولا بريتش تاني بريتش. فرنسا فرنش. امريكا امريكان. اوكي نروحو دروك هنايا قال لك write the correct form of the verbs in brackets. يونس شنو نديرو؟ يونس يعني هي visits هي ولا شنو قلنا؟ I U I U we they they تخلي الفعل تاعك هكا في زيت تخليه ما تدورش بيه بصح شي هي والإت زيد له الاس في زيت س دائما تزيد في الشي والهي والات هي وهو والغير العاقل ات زيد الاس فيزيت يعني يونس يعني هي في زيت بيج بان. هي از تيكينغ سام فوتوز اوف ذيس مونيمنت راهي يدي بعض الصور لهذا المعلم تاع بيج بان هذيك الساعه تاع بيج بان. دروك الجيريا الجيريا شاولا الجيريا ات الفيرب تو بي صرفي لي الفيرب تو بي هو اي ام يو وي ذي ار اي ام يو وي ذي ار شي هي ات شي هي ات از هادو كاع از اوكي هادي مع از صافي الجيريا شاولا ات صافي شنو نديروها؟ ألجيريا ألجيريا is a big beautiful country. And beautiful country. Okay? Every weekend هي كبيرة وشابة بلد كبير وجميل. Every weekend كل عطلة نهاية الأسبوع I watch على ما نديرو له والو أنفال باسكو I you we they نخلو الفعل تاعنا كان لو كان قلنا شي نديرو she watches he watches it watches okay نزيدو دائما الاس okay different documentaries about monuments in the world قالك دائما في الويكاند نتفرج مختلف الأشرطة اللي يهضروا على المعالم السياحية في العالم. I put the words in the right bubble غادي نديرو هنايا هنا جا هنا يا جا وهنا يا جا large جا large دي وهنا يا large bridge مع large bridge وbig مع ج bridge وهنا big big England مع big. England England وهنا أنفال قلنا situation of integration
أرواحي قالك some wants to know more about our lovely country Algeria. سمرة بغي يعرف بزاف على سوالح على بلدنا الحبيب الجزائر. Write him a letter to give him some information. كتبي له رسالة وهضري له على بعض المعلومات. شنديرو نبداو لك هنا country Algeria بلد الجزائر capital Algiers العاصمة. العاصمة البلد العملة الطبق الوطني هنا يا ناشونال داي يوم الاحتفال وهنا يا مونيمنت المعلم المعلم الشهير اوكي سياحي بون هنا يا Algeria is my country الجزائر هي بلدي It is located in north of Africa. جاي في شمال إفريقيا. Its capital city is. شو هذا؟ Is Algeria. Algiers. 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 عاصمتها الجزائر العاصمة. ومن بعد شو نديرو؟ نديرو. مقام شهيد شو نقولو؟ We have a great monument. We have great monument. ديري هكا. We have great monuments مقام ش هكا دي بين مزدوجتين هكا مقام الشهيد زيدي ومن بعد شنو نديرو نديرو it's نديروش إيتس نديرو our celebration day our celebration 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 day national day day is the fifth July يعني خامس من جويليا نديرو our زيدو نديرو our أي أنفعل our national dish dish is national dish is the couscous is couscous delicious couscous couscous زيد زيدي شو نديرو national dish سايدلنا درنا هذه 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 بينا بقينا غير هذه ناشونال كيرنسي از ذا دينار اش نديرو الجزائريان دينار ذا ناشونال كيرنسي اش كاين بزاف دينار ذا ناشونال كيرنسي از كيرنسي از دينار هذا مكان هذا هو شي شدي قريه انفع Algeria is my country. It's located in the north of Africa. It's a capital city in Algiers. We have is Algiers. زقي شوية. Algiers. We have a great monument. It's monument. Monument. Makam Shahid or celebration not celebration national day is the 5th of July. Our national dish is the couscous. Is couscous. Is couscous. The national currency is the Algerian dinar. أيوة. Is dinar. نعاود نقراها. Algeria is my country. It is located in north of Africa. Its capital city is Algiers. We have a great monument, Maqam Shahid. Our celebration national day is the 5th July. Our national dish is couscous. The national currency is dinar. صاي ناشونال داي هذه هي ولادي نتمنى ولادي كو فهمتوا وحليتوا معايا ان شاء الله يا ربي يجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبكم وقلوبنا ان شاء الله صدد الله خطاكم وإذا عجبكم الفيديو فهمتوا ماذا بكم دعمونا بجام اشتراك لما مش مشترك في القناة ربي يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته